لبيك يا مهدي يا مهدي. يا أيها المؤمن، يا أيتها المؤمنة، إن وصلكم صوتي في مشارق الأرض ومغاربها، لما أراكم مهمومين؟ لما أراكم مغمومين؟ لما أراكم في أزمات نفسية؟ لما أراكم خائفين؟ ليش خائفين؟ ألسنا نؤمن أن الأرض لا تخلو من حجة؟ إذن نحن برعاية مولانا صاحب الأمر عليه السلام. يقول: وإني كالشمس إن غيبها السحاب أراكم وأرعاكم. أشوف البعض دمعة عينه، خلي بالك يمي ابني، الأرض لا تخلو من حجة. الأرض متايها مسايبة، ولكن لنبلوكم بشيء من الخوف والجوع ونقص الأموال والثمرات والأنفس. أبشر منه، منه صابرين، اصبر لكن لا تخاف، التزم بمبادئ محمد وآل محمد. لا تخاف وارجع إلى ما أشار إليه محمد وآل محمد وتمسك به في عصر الغيبة، وهي المرجعية الصالحة. لا تخاف، قف كالبنيان المرصوص بمبادئك. هذا صور من صور الصبر، حفاظ على المبدأ. أشوف البعض يقول لي: والله خايف أنا من تاليها. أسأل ذاك يقول لي: والله ما أدري شلون راح أصير. أسأل كل صدق كذب، شبيه الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أين إيمانهم بإمامهم؟ أين الإيمان بالمولى عجل الله تعالى فرجه؟ والله لتمحصون ثم لتمحصون حتى لا يبقى إلا الأندر فالأندر. أنا أؤمن أن الأرض لا تخلو من حجة، إذن الأمور بعين الله تبارك وتعالى. حتى وإن كان ما أراه قبيحاً لكنه في باطنه حسن. صالح كلنا محتاجين للدعاء.